قديشك ألوه قديشك حي القون قديشك لومو يوتو اترحم علينا قديشك ألوه قديشك حي القون قديشك لومو يوتو اترحم علينا قديشك ألوه قديشك حي القون قديشك لومو يوتو اترحم علينا. الله معكم. شهر تموز هو الشهر الأساسي بالكنيسة المارونية لأنه بهالشهر في أعياد أساسية مارونية. بعشرة تموز عيد الآباء المسبكيين، بعشرين تموز عيد مار إلياس الحي، وبتالت أحد من تموز عيد القديس شربل، وبواحدة وثلاثين تموز عيد تلامذة مرمرون. اليوم رح نحكي عن هالكنيسة، الكنيسة المارونية، الكنيسة الشرقية الوحيدة اللي بتنتمي إلى الكنيسة الكاثوليكية، بينما بقية الكنائس الشرقية تنتمي قسم منها إلى الكنيسة الكاثوليكية والقسم الآخر ينتمي إلى الكنائس الأرثوذكسية. اليوم رح نتعرف أكثر على الكنيسة المارونية، ولما بنحكي عن هالكنيسة ومنراجع مراجع كثيرة بينقصنا الكثير، والمكان الوحيد اللي بيجمع كل المراجع هو المطران بولس منجد الهاشم السفير البابوي أيضا، يلي رح يطلعنا عن الموارنة عبر التاريخ. والسؤال الأول، شو السبب أنه الكنيسة المارونية هي الوحيدة الشرقية اللي بتنتمي إلى روما، بينما بقية الكنائس مثل ما قلنا ينتمي البعض منها إلى الكنيسة الكاثوليكية والبعض الآخر إلى الكنائس الشرقية؟ المجد لله سيدنا. دائما لله. أهلا وسهلا بصحفيي وممثلي الأو تي في، وتحياتي لكل المشاهدين. إن السيد المسيح أسس كنيسة واحدة لراعي واحد. بالفصل 17 من إنجيل يوحنا بيتوجه المسيح للآب السماوي وبيقول له: يا أبتاه، لا أصلي من أجل العالم، بل أصلي من أجل الذين وهبتهم لي ليكونوا واحدا كما أنت في وأنا فيك، فيؤمن العالم أنك أرسلتني. وكأنه السيد المسيح حدد من وحدة المسيحيين الشرط الأساسي والأولي تبقية العالم يؤمن برسالته. بكل أسف لأسباب سياسية، أنا مقتنع كليا، وهلا بحديثنا برهن هالشي، لأسباب سياسية مش دينية أبدا تقسمت الكنيسة إلى بدع، طوائف، انشقاقات، إنما بين هالطوائف والانشقاقات بكل الشرق الكنيسة المارونية كانت ولا تزال وآمل أن تبقى إلى الأبد الكنيسة الوحيدة من كل الكنائس الشرقية اللي بقيت متحدة مع روما وما انفصلت أبدا 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 عن روما، بالرغم من أنه بعض الموفدين البابويين اللي ما كانوا يعرفوا لا سرياني ولا عربي ولا شيء من الكنائس الشرقية، لما يرجعوا لروما يعملوا تقرير إن هن لقيوا نتفة إنشاءات بالكنيسة المارونية وأنعوا الناس وقبلوا كلهم يرجعوا للوحدة تينالوا ترقية بروما وتقدير بروما. وهذا كتبه أحد علمائنا الكبار ميشيل حايك بإحدى كتبه بكتير من الألم ببرهن هالشيء. إذن الكنيسة المارونية هي الكنيسة الوحيدة بكل الشرق اللي
منذ بدء المسيحية، منذ خصوصي مجمع خلقيدونيا، بقيت لمتحدة اتحاد كلي ووثيق، وحتى بتاريخها ضحت ببعض خصائصها وميزاتها خصوصي الطقسية تتبرهن على اتحاد بروما. مثلا الكنيسة المارونية تبنت الملابس الكهنوتية خصوصي بالقداس، التاج والعصا والبدلات اللي بيستعملون اللاتين، لأنه كانوا أبائنا الموارنة يعتبروا أنه لو ضحينا بأشياء ثانوية من تقاليدنا من طقوسنا، المهم أنه نحافظ على وحدة الإيمان. كيف صارت هالإنشقاقات وشو سببها؟ أولاً لما كانوا المسيحيين مضطهدين بأيام الأمبراطورية الرومانية والرسل كلهم ماتوا شهداء، مار بولس، مار بطرس، وحتى الأساقفي الأولين مار غناطيوس الأنطاكي أول أسقف لأنطاكيا من بعد مار بطرس مات كذلك شهيد، يوحنا فم الذهب، كل آباء الكنيسة وكل القديسين ماتوا شهداء. ليش؟ لأنهم كانوا يمارسوا دين يختلف عن الديانة المعترف فيها رسمية اللي هي الديانة الوثنية، ديانة الأمبراطورية الرومانية. هلا لما الأمبراطور قسطنطين ابن القديس هيليني اعتنق الدين المسيحي سنة 312 وأصدر قرار ميلانو اللي أعلن فيه إنه الديانة المسيحية هي الديانة المعترف فيها، ما بقى مسموح لحدا يضطهد المسيحيين. هذا تقديري الشخصي، ما حدا كاتبه، مع كل احترامي وتقديري للقديسة هيليني أم الأمبراطور قسطنطين، مع كل تقديري واحترامي للأمبراطور قسطنطين اللي أنا كمان بعتبره قديس، بكل أسف كان قرار ميلانو سلاح ذي حدين. كل الشرق أصبح مسيحي واعتنق الديانة المسيحية، إنما بدون ما يفهم جوهر المسيحية وأشيل المسيحية. مع الوقت ازداد اضطهاد الأمبراطورية البيزنطية، لأنه قسطنطين غير اسم بيزنطيا وصارت القسطنطينية على اسمه، كلها مألفة من غربيين، وصار نوع من استعمار هائل وسيطرة عنيفة على المسيحيين الشرقيين. كانوا كل المطارني اللي كان يعينهم الأمبراطور، بكل أسف كرسي روما كانت بعد ما تنظمت ما قويت تهي تدير شؤون الكنيسة، بقية البطريركيات، بطريركية أنطاكيا، بطريركية القسطنطينية، بطريركية الإسكندرية، كلها تحت سيطرة الأمبراطورية البيزنطية. هون شو المشكلة صارت؟ إنه الأمبراطور خصوصي الأباطرة اللي إجوا من بعد قسطنطين يعينوا مطرين ما عندهم الكفاءة والأداسة والعلم الكافي، وأصبح في اضطراب هائل بين المسيحيين. عقد أول مجمع مسكوني مهم بأفسس بتركيا. بمجمع أفسس قسم كبير كتير من مسيحيي الشرق تيتحرروا من سلطة الأمبراطور دون حسب رأيي سبب ديني أساسي جوهري،
أعلنوا أنهم بالمسيح في طبيعة واحدة، طبيعة الإنسانية، وأنه كان شكليا عنده الطبيعة الإلهية، وهو اللي دعيوا فيما بعد نصاطرة، لأنه البطريرك نسطور هو اللي نظم السلطة. إذن إيمان كان أنه بالمسيح في بس الطبيعة الإنسانية دون أن ينكروا كليا الطبيعة الإلهية، وكانوا عددهم كبير ولهم فضل كبير بالتبشير بالمسيحية. هن اللي بشروا إيران، هن اللي بشروا خصوصي الهند، ولاية كيرالا، الملابار والملانكار، واللي لا يزالوا مسيحيين لحد اليوم. إذن بشرون النصاطرة. هلأ بعد مجمع أفسس بعشرين سنة، مجمع أفسس كان 431، مجمع خلقيدونيا 451، كذلك في تركيا، لأن تركيا كانت من أعظم وأهم المراكز المسيحية، وكل المجامع المسكونية انعقدت بتركيا. إذن بمجمع خلقيدونيا سنة 451، كردة فعل على الهرطقة النسطورية، صار العكس. أغلبية مسيحيي الشرق اللي ما كانوا اعتنقوا النسطورية أعلنوا أنه بالمسيح ما في إلا الطبيعة الواحدة اللي هي الطبيعة الإلهية، بالفرنساوي مونوفيزيت. وكان إنسان شكلا، ما ذكروا أنه المسيح ولد طفل بمزود بيت لحم، ما ذكروا أنه المسيح ربي وعاش، أنه المسيح هرب إلى مصر مع بيه بالتربية يوسف وأمه مريم، أنه المسيح عاش حياة عادية وعلم. ما ذكروا أنه المسيح صلب ومات وقام من الموت. إذن صار عنا بالشرق الهرطقة النسطورية، تركيز على الطبيعة الإنسانية، بلا الهرطقة اللي سميت فيما بعد يعقوبية، وبالبرادعي هو اللي نظم السلطة ورسم المطرين ونظم البتركية اليعقوبية. إلا هلأ لأنه كلمة أرثوذكس اللي بتنطبق اليوم على كل الشرقيين الغير كاثوليك، يعني النصاطرة، اليعقبة، كل بقية الإنشاءات اتطبقت على هالمسيحيين. إنما هذه كلمة أرثوذكس نشأت سنة 1054 لما صار الانشقاق الكبير، لوشيسم، الانفصال بين الشرق والغرب، صارت تطلق على كل المسيحيين الغير متحدين بروما، الغير معترفين بسلطة البابا، كلمة أرثوذكس. هلأ مجمع خلقيدونيا مهم كتير بالنسبة إلنا، لأن المارونية نشأت في مجمع خلقيدونيا. أحد المشاركين بمجمع خلقيدونيا كان رئيس دير مرمرون. شو كان دير مرمرون؟ قبل ما نتابع نحن وياك، خلينا نسأل مين كان يشارك بهيك مجامع؟ كان يشارك بهالمجامع الأسائفة وبعض رؤساء الأديار، مثل ما حاليا نحن مجمع الأسائفة الموارنة بيرأسوا البترك، بيشارك فيه وقلن حق التصويت، انتخاب المطرين، اتخاذ القرار المطارني، هني والبترك. ومندعي الرؤساء العامين، لأنه عندهم مؤسسات وقلن دور وقلن أهمية، يشاركوا بالمجمع، ما قلن حق التصويت لأن منش أسائفة. نعم، قبل ما نتابع نحن وياك رح نروح لفاصل صغير ومنرجع لمجمع خلقيدونيا وأهميته. صلاتك ما عنا يا أطهر العباد، كوني عوننا حسب المعتاد.
الإنسان هو ذا حالنا للتلف أشرف ارحمينا يا بريئة من الفساد يا بتول صلي دائما لأجلنا لألا نهلك من قبل شرنا اطلبي تضرعي للإله ابنك لكي ما بطلباتك يا أرحمنا نيح وارحم نفوس الراقدين في حياة الخلود لأبد الآبدين ربنا نمجدك رجانا نعظمك أملنا نسبحك لدهر الداهرين. اقبل يا ود التائبين بحنو حلمك وعذوبتك البخور المقدم لك من المؤمنين ابناء بيعتك بأيدي أرباب الكهنوت لرضاك ربنا وراحت لاهوتك وكما قبلت برأس التور قربان إبراهيم خليلك شبه ما لذت لك طيب هارون كاهن شعبك يلذ لك ربنا بخرنا وارضى عنا مولانا بوفور رحمتك. نرجع لنتابع نحن وإياكم هالسلسلة الخاصة عن تاريخ الموارنة أهمية مجمع خلق دنيا اللي انعقد بنرجع مذكر بأي سنة 451 نعم هون بهالمناسبة يسمحوا لي أني صحح نتفي قبل مجمع أبسوس اللي كنت أول مجمع هو أول مجمع صار فيه انشقاق صار فيه هرطقة إنما قبل مجمع أبسوس نعم. كان فيه مجمع نيقيا الكونسيل دو ليسي اللي فيه تقرر قانون الإيمان النؤمن اللي بنقوله اليوم كل المسيحيين تقرر بمجمع نيقيا كان نعم. صار مجامع قبل مجمع يعني أفسوس يعني بنيقيا قلنا نؤمن كيف انعملت يعني كل واحد يقول شقفة كل واحد يقول انه الحقائق اللي لازم نعلنها ونؤمن فيها هي كذلك نؤمن بإله واحد اللي نؤمن اللي بنقوله هذا تقرر بمجمع نيقيا إنما بمجمع نيقيا ما صار فيه انشقاقات وانفصالات أول انشقاق صار بمجمع أفسوس اللي هو مثل ما قلنا النصاطرة اللي شددوا وركزوا على الإيمان بالطبيعة الواحدة طننقل لخلق دونيا بخلق دونيا أحد المشاركين كان رئيس دير مرمرون دير مرمرون تأسس ما منعرف أي سيدي بالضبط منعرف أنه راهب بسيط ناسك لا كان رئيس عام ولا كان أباتي ولا كان مطران اسمه مارون عاش على جبل قرب مدينة براد ناسك يصلي ينام بالعراء كتب سيرة حياته
تيودوريتوس الأورشي اللي كان مطران الأبرشية واللي عرفه شخصيا وحياته رائعة بكتاب تيودوريتوس الأورشي اللي عنوانه أصفياء الله. وكذلك عنا رسالة مهمة كتير من القديس العظيم يوحنا فم الذهب، هو واخدينه على طريق المنفى، موجه رسالة لمرمرون بيقول له: يا صديقي يا أخي مارون، اذكرني بصلاتك تحافظ على إيماني بطريق الاستشهاد. عندنا هالمستندين المهمين جدا. مارمارون مات سنة 410، اندفن ببراد، تأسس داير على اسمه. حياته شبيهة كتير 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 بحياة برشاربيل، وأنا شخصيا بعتقد وعم بشر فيها وعم بذكر فيها انه الله بعت للموارنة وللعالم كله هالقديس العظيم مارشاربيل اللي قداسته عم بتعم العالم كله، تيذكر الموارنة شو كانت حياة مؤسسهم مارمارون. حياة مارمارون شبيهة جدا 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 بحياة مارشاربيل، لا بل حياة مارشاربيل كانت أريح شوي من حياة مارمارون، لأنه مارشاربيل كان بمحبسة عناية، مرتبط بدير مارمارون عناية، يجيبوا له وقعت أكل بالنهار، يشتغل حوالى المحبسة، بينما مارمارون ما كانش في دير مرتبط فيه، كان عايش وحده بالعراء بالبرد بالشتاء وبالشو بالصيف. بس بيت طبعا اعلنوا قديس واختلفوا كتير بين بعضهم، هاي بنعرفها تاريخيا، وين بدهم يدفنوه؟ مين انتصر؟ اهالي مدينه براد. وهون بقول وشكر جزيل للرئيس بشار الاسد، تبرع ب 50,000 متر ارض ببراد حول قبر مارمارون، والمطران انيس ابي عاد مطران حلب بني كنيسي ورمم الدير. بكل أسف سمعت هلأ إنه المنطقة ساكنين أكراد، إن الأكراد هدموا الكنيسة وهدموا الدير، لكن إن شاء الله بيرجع يتعمر قريبا، وبيرجع الأمن والسلام لسوريا، وبيرجع دير مارمارون وقبر مارمارون لمجده. خلق دنيا قلنا انه ابتدت المارونيه. اذا بمجمع خلق دنيا صار الجدل حول شخص المسيح. يا هل ترى المسيح طبيعه الالهيه، طبيعه الانسانيه، طبيعتين؟ بكل اسف لاسباب سياسيه مثل ما قلت، مش لاسباب دينيه، القسم الاكبر من مسيحيي الشرق اللي ما كانوش عملوا نصاطره اعلنوا انهم يعى بانه بالمسيح في بس الطبيعه الالهيه مونوفيزيت، وانه كان انسان شكلا ما كانش انسان، انما ما نكروا مثل ما قلت سابقا انه ولد ببيت لحم، انه عاش، انه انصلب، انه مات، وانه قام من الموت وانتصر على الموت. اذا هون بدير مارمارون، رئيس دير مارمارون المشارك بمجمع خلق دنيا، كان الشرقي الوحيد من كل الشرق اللي آمن بالطبيعتين اللي آمنت فيهم الأمبراطورية الرومانية، وأصبح رئيس دير مارمارون، برجع بكرر، الشرقي الوحيد اللي آمن بطبيعتي المسيح، الطبيعة الإلهية الكاملة والطبيعة الإنسانية الكاملة بشخص واحد اللي هو يسوع الناصري، يسوع المسيح ابن الله والإنسان الكامل اللي خلص الإنسانية. لما رجع رئيس دير مارمارون على دايره، الرهبان بده يكون كان رئيس ذكي ورهبانه بيحبوه، الرهبان وافقوا كلهم، الرهبان شرقيين، وكذلك بعض العلمانيين اللي ساكنين حوالى الدير. وأصبح في رئيس دير مارمارون، رهبان مارمارون، رهبان الدير،
وبعض العلمانيين اللي ساكنين حوالي الدائر يؤمنوا بأن المسيح في الطبيعتين اللي هو إيمان الأمبراطور البيزنطي والأمبراطورية البيزنطية. هون أسف الوضع بالشرق إنه كل مسيحية الشرق باستثناء هالنواة الصغيرة صاروا أو نصاطرة يؤمنوا إنه المسيح في الطبيعة الإنسانية بس، أو يعاقبة إنه المسيح في الطبيعة الإلهية بس. بس طبعا كل الأمبراطورية البيزنطية، مسيحيي الغرب ومسيحيي الهوني، وكل بقيوا يؤمنوا بالطبيعتين. هلا الأمبراطور انبسط كتير إنه بكل هالشرق في هالنواة الصغيرة معتنقين نفس الإيمان اللي معتنقوا الأمبراطور، دعمون ماليا معنويا. مثل ما اسمحوا لي ذكر، البابا دعم المواردة، بما أنه المواردة كانوا الكاثوليك الوحيدين بالشرق، البورسلين، البابا، المدرسة البارونية بروما، هالدعم اللي صار للموارنة. نفس الشيء الأمبراطور البيزنطي دعم رئيس دير مرمرون والموارنة، وقوي والموارنة، صار في عدة أديار، صار في ناس ينضموا لهم. أحد رهبان دير مرمرون إبراهيم الناسك أو إبراهيم الأورشي عنده روح رسولية، ترك سوريا منطقة أوروش دير مرمرون وإجا على جبل لبنان على فينيقيا وبشر بالمارونية العقورة وأفقى. قبل ما نعرف هيدي التفاصيل وقبل ما نرجع شوي لورا ونعرف كيف انطلق اسم الموارنة، رح نتوقف كمان مع فاصل صغير ومنتابع. قديشات ألوه قديشات حيضن قديشات لموت بالجزء الأخير من الحلقة رح نشوف منين انطلق اسم الموارنة. مع سيدنا أكيد سيدنا بولس منجد الهاشم السفير البابوي، وسابقا كان راعي أبرشية دير الأحمر وبعلبك المارونية. سيدنا، اسم الموارنة منين إجا؟ قال لك اسم الموارنة إجا من اسم مرمرون. طبعا لما الدائرة تأسس على اسم مرمرون صار رهبان الدائرة والناس اللي ساكنين حوالي الدائر يسموه الموارنة. هلأ لما نميوا الموارنة وكتروا مثل ما قلت، وهذه ما فيها شيء، هذا واقع بفضل دعم ومساعدة الأمبراطور البيزنطي، لأنه الأمبراطور البيزنطي انبسط كتير أنه بكل هالشرق انوجد على القليلة نواة صغيرة اعتنقوا نفس الإيمان اللي هو بعتنقه. نفس الشيء اللي البابا عمل فيه الموارنة. إذا بنذكر بس هالجملة بأحد رسائل البابا كاتب للموارنة: أنتم الوردة بين الأشواك. حلوة. نفس الشيء صار بوقت دعم. هلأ هالدير قوي وفي حياة روحية مهمة، أحد رهبان هالدير اسمه إبراهيم، إنما المجال هون سموه إبراهيم الأورشي، لأنه المنطقة بسوريا محل ما كان الدائر اسمه أوروش، سير بالفرنساوي، أو الناسك، لأنه كانوا يعتبرون الدائر هونيك إن النساك، إجا يبشر منطقة أفقى العقورة، لأنه دائر هيكل عشتروت وأدونيس، أعظم هيكل فينيقي بالعالم وبالتاريخ، كان على نبع أفقى، لأنهم الفينيقيين مثل كل الأديان تفكر أنه المواي قديش مهمتها بكل دين. نعم. عند إخواننا المسلمين
الإنسان يقدر يصلي وتقبل صلاته لازم يتوضأ، لازم يغسل. عنا نحن الموارنة بدنا أهم من المعبودية، المعبودية بالماء. إذن حتى عند الفينيقيين الماء كان لها أهمية كتير، هي الماء اللي بتعطي الحياة، وكانت هياكل الفينيقيين على ينابيع الماء. هيكل أفقى على نبع نهر أدونيس اللي صار فيما بعدها لما نقول نهر إبراهيم، على نبع نهر اليموني، على نبع نهر العاصي. إنما لما الأمبراطور قسطنطين لغي الديانة الوثنية هالأديار خربت. إذن إجا إبراهيم القرشي من قرش من دير مرمرون وبلباقة وبتهذيب وبإيمان هائل، رد للمارونية قسم من سكان المنطقة، وأصبح في نواة مارونية فينيقية بأفقى. أول هلأ ليش أفقى مهمة كتير وليش كان في سكان؟ لأنه المركز الأساسي والرئيسي للفينيقيين كان مدينة جبيل، إنما المعبد الأول كان هيكل أفقى، وكان في من جبيل لأفقى عدة هياكل فينيقية مثل محطات الناس اللي بدها تجي من جبيل على أفقى وتكرم أدونيس بهيكله. كان عنده المحطة أولا بكوع المشرقة، في هيكل فينيقي كبير كتير هونيك، وهلا تعمر حد منه جامع، إنما الآثار بعدها موجودة. ما كانش في سكن، كان نوع من محطة المؤمنين الوثنيين من جبيل يرتاحوا يناموا ليلة ليلتين بالمشنقة ويصلوا هونيك، ثم ينتقلوا في محطة تانية بالغينة، ثم المحطة الثالثة والكبيرة بينوح، إلى أن ينتقلوا لأفقى ويكرموا أدونيس هونيك. هلأ العقورة قديمة، أنا شخصيا بعتقد قد جبيل، لأنه من وقت ما تأسست مدينة جبيل سكان مدينة جبيل أسسوا كمصيف لهم الهيكل بأفقى والسكن بالعقورة. وهون يا ريت شي مرة بنعمل برنامج بالعقورة النواويس اللي بكل أسف عم بيخربوها. النواويس بكل جبل العقورة الفينيقيين حافرين بالصخر مش مغر، النواويس اللي حدمر بطرس. وبكل أسف أنا كنت ولد لما نبشوا نواوس، شفتك شو فيه كيف النواوس كان جوا بهالصخر وكسروه تيصير يساع يعملوا مدفن. إذن العقورة قديمة كتير ومهمة كتير. محل كنيسة مرجريس كان هيكل أبولو، ولما نبشوا تيعمروا الكنيسة في حجر مهم يحو موجود اليوم على الزاوية قدام الكنيسة في رسم أبولو. نعم. كذلك هون جبل القرن اللي قريب محل ما في سيد القرن كان في معبد هائل لإله الزمن، لأنه كلمة قرن مش قرن الخروف أو قرن العنزة، هي الكلمة اليونانية كرونوس اللي جاي منها كرونومتر كرونومتري إله الزمن. إذن إله الزمن عنده هيكل كبير كتير هون. إذن كل هالمنطقة هايدي كانت المنطقة المقدسة بالنسبة للفينيقيين، وكانت نقطة الاتصال فيها اللي أصبحت فيما بعد لفيا أبيا، الطريق الرومانية، إحدى الطرق الرومانية السبعة اللي بتنطلق من روما من الكابيتول لبرينديزي، من برينديزي بالبحر لجبيل، من جبيل بالشط لما صب نهر إبراهيم، وبتطلع بوادي نهر إبراهيم
لحد أفقى وبتاخذ الجر وبتطلع بجر العقورة. وفي عنا بعد أثار هنا مر يوستينيانوس أيسر درجة مر سمعان، تمرق جنب اليموني بتدعي، بعد في أثار وحجار لها بتوصل لعمود إيعات، من عمود إيعات بتصير شعبتين، شعبي بتكفي لسوريا إبلا مدن سوريا الكبرى، وشعبي بتكفي بعلبك الديكابوليس المدن العشر. إذا هاي الطريق الرومانية الفيا أبيا اللي أنا بفتخر لما كنت درس اللغة العربية بوزارة الخارجية التليانية قدرت أقنع التليان إنهم بعتوا بعثتين من جامعة روما ورجعوا، كلفت 85 مليون لير، ورجعوا لقيوا الطريق الرومانية. هيدي الطريق اجوا عليها الموارنة، ولما ضعفت الأمبراطورية الرومانية وقويوا العقبة صارت مجزرة 517، مقتل 350 شهيد ماروني، اللي أنا تقديراً لهم بنيت الكنيسة باللقلوق على اسم تلاميذ مرمرون، شهداء مرمرون، واللي بنعيد لهم ب 31 تموز. هون أصبحوا اليعاق بقوايا، الأمبراطورية البيزنطية تقريباً انتهت، الموارنة قليل، ما عادش عندهم الدعم، تقتل منهم 350. وبعتقد الموارنة لهم ميزات عديدة، إنما في ثلاث ميزات أساسية للمارونية. أولاً الماروني بده يعيش إيمانه الكاثوليكي بحرية مهما كلف الأمر، حتى لو بده يضحي ببيته بوطنه بده يعيش إيمانه. هيك الموارنة ضحوا، تركوا سوريا، تركوا بيوتهم، تركوا أرضهم تعيشوا مارونيتهم إيمانهم بحرية بجبل لبنان. الميزة الثانية للماروني، الماروني يشغف يعبد يعيش الحرية، بده يعيش بحرية مهما كلفه الأمر. ما ممكن الماروني يقبل أنه يكون تحت حكم أو سيطرة غير. والميزة الثالثة وهي عم نشوفها هلأ، تكيف الماروني بأي بيئة بينوجد فيها. زت الماروني خده من جبل لبنان وحطه بالأمازون بالبرازيل بيعيش بيتعلم، بده يعيش بحرية كاملة ومطلقة، ما بيقبل. المواردي بكل الأمبراطورية العثمانية ولا مرة خضعوا خضوع كلي للأمبراطورية العثمانية. الموارنة لهن الدور الأساسي، مش وحدهم، مع فخر الدين، مع الدروز، مع السنة، مع الشيعة بإنشاء دولة لبنان، هالدولة الديمقراطية، هالدولة الحرة بعد بنحكي عنها بالمستقبل. اليوم أساسها وركنة هن الموارنة، وإذا ضعفوا الموارنة بلبنان راح لبنان. أكيد الحديث عن الموارنة ما انتهى، بعدنا هيك إذا فينا نقول بلش. بالمقدمة رح نبلش بالحلقة الجاية عن الموارنة وكيف انطلقوا ولبنان وأهميته مع الموارنة بحلقاتنا المقبلة، انطرونا. وأكيد بدنا نشكر المطران بولس موجد الهيشم سفيرنا البابوي. من روبا لبنان طيري حلقي في رقيق الغيم وشي الزنبقي في عبير الورد مد الأفقي يا عروس الروح أم المشفقين، حلقي عبر السماء فوق عرش من ضياء ما من الفضاء
قدر العلا أتكي المعبود لي صدر النقي وأسأليه الرفق بالكون.